أعزائي الطلبة، رايحين نشوف الآن عملية تشريح أرنب باعتباره مثال جيد للتعرف على أجهزة الثدييات البيولوجية. في هذا الفيلم رايحين نستعرض مع بعض أربع أجهزة، وهي الجهاز التنفسي، الجهاز الدوراني، الجهاز الهضمي، والجهاز الإفرازي. إذن هذا الأرنب بعد التخدير نضعه على صينية التشريح. إذا ما أنتوا شايفين من الخارج، نبدأ بالأجهزة من الجهاز التنفسي اللي بيبدأ بالأنف، بعدين بيمر من خلال القصبة الهوائية لغاية ما يوصل إلى الرئتين اللي هي موجودة بالتجويف الصدري. طبعاً كما نشاهد هون عنا القفص الصدري مسكر، لما منشيل منقص عظمة القص اللي هي موجودة بمنتصف القفص الصدري يمكن أنه نفتحه. وطبعاً القفص الصدري هو مغطى ب أو يعزله عن باقي الأجهزة من الجسم الحجاب الحاجز اللي هو الديافراغم. لما نفتحها داخل هذا التجويف الصدري منشوف عنا الرئتين، هذه الرئة وهذه اليمنى وهذه الرئة اليسرى. ولو حبينا نتأكد من أنها موصولة مع الفم والأنف ممكن أن نحط قشة بفم الأرنب ومنشوف كيف أنه يمكن للرئتين انهم ينفخوا معها ايضا. طبعا هذا القلب وهذه الاوردة الدموية الرئيسة اللي بتنزل على مختلف انحاء الجسم موزعة، وهذا مثال عليها الاوردة الدموية الرئيسة. ننزل لتحت شوي، نبدأ بالجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي طبعا مبدأ فيه المريء اللي هو موجود بداخل المتصل مع البلعوم اللي هو متصل مع الفم بالخارج والأسنان، حيث أن الأسنان واللسان والمريء تعتبر جزء أساسي من الجهاز الهضمي، تصل إلى المعدة. الآن عندنا هذه المعدة، عندنا هذا الكبد مكون من عدة طبقات زي ما احنا شايفين، هذا الكبد والمعدة. خروج من المعدة، الأمعاء الدقيقة تبدأ، هذا الغشاء في هذه المرحلة هو البنكرياس، وهذه الأغشية الضامة التي تمنع تعقد المصارين أو الأمعاء مع بعضها البعض. بنهاية الأمعاء الدقيقة اللي انتوا شايفينها طبعا طويلة جدا تصل عدة أمتار، نصل إلى الأمعاء الغليظة حيث يتم تجميع الغذاء المهضوم واللي امتصت منه المواد الغذائية. بنهاية الأمعاء الغليظة عندما تسير نجد آخر قطعة من الجهاز الهضمي وهي المستقيم الذي ينتهي بفتحة الإخراج. كما تشاهدون بداخل هذا الجزء هناك بعض الفضلات التي أصبحت جاهزة للإخراج، وكما نراها أيضا عند هذه الفتحة. إذن تمت عملية الإخراج. الآن بقي لدينا جهاز الإفرازي وهو الذي يتكون بشكل أساسي من الكليتين، هذه الكلية اليسرى، وإذا نطلع للأسفل للجهة الثانية نرى الكلية اليمنى، بحيث يتم فلترة الدم وتنقيته واستخلاص الأملاح وفضلات الهضمية، ثم تسير بموجب القنوات الموجودة عندنا قنوات التجميع إلى أن نصل إلى المثانة، حيث يتجمع البول قبل التخلص منه عن طريق الفتحة البولية. وبهيك منكون مرينا بشكل سريع على أربعة أجهزة بيولوجية أساسية لدى الثدييات.